دكتور إحسان، يبدو أن هناك فشلاً أمريكياً مقصوداً ومتعمداً في الضغط على إسرائيل لتنفيذ ما تراه الإدارة الأمريكية علناً، على الأقل ما تجاهر به الإدارة الأمريكية. بلينكن قبل قليل صرح قائلاً نحن لا ندعم هجوماً على رفح، وخصوصاً أن الوضع الإنساني فيها ينذر بكارثة دون هجوم، كارثة جوع، كارثة مجاعة دون هجوم. ما أقصده يا دكتور، لو أن أمريكا أرادت بالفعل لفعلت، لكنها فيما يبدو لا تريد. المشكلة شوف، مطلوب موقف شجاع من بايدن، مطلوب موقف شجاع، مطلوب أن يهدد إسرائيل أن هناك ثمن تدفعه إذا لم تستمع إلى ما تريده أمريكا، هذا هو المطلوب. ولكن هو لا يريد الضغط عليهم، ولكن يتكلم بكلام يعني يرسل رسائل متضاربة إلى إسرائيل. من ناحية يقول نحن لا ندعم، وبعدين يقول أنتم لكم سيادة ولن يتوقف إرسال السلاح لكم. طيب ماذا يطلب منهم يعني؟ يعني عندما يقول أنا لن أتخلى عنكم، سأبقى أدعمكم بالسلاح، وفي ذات الوقت يقول لهم يعني ليس من مصلحتكم أن تهجموا على 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 رفح الفلسطينية، وليس هذا في صالحكم، وهناك كارثة. يعني وهذا الموقف الضعيف الأمريكي، الضعف الأمريكي، هذا الوهن الأمريكي، هذه غياب القيادة والحكمة. هذا السؤال هنا دكتور إحسان، هل هو ضعف متعمد؟ هل هو فشل مقصود في الضغط على إسرائيل؟ يشوف عبر السنوات والعقود، يعني كان في خلافات. أمريكا أكيد حليفة إسرائيل، وهذا يعني مسلم به وتدعمها، وهذا ليس جديد. ولكن في مراحل، حتى ريتشارد نيكسون قال أنه نحن وإسرائيل حلفاء، ولكن أحيانا مصالحنا تختلف. وقال مثلا أنا أريد علاقة مع مصر، اللوبي الإسرائيلي ما كان بده علاقة مع مصر، أنا بعتبر، قال نيكسون، أعتبر أن مصر مهمة وأريد علاقة جيدة مع مصر. وهكذا يعني السياسة الأمريكية لها مصالح مع العرب والمصريين، مصر دولة مهمة، الخليج العربي مهم جدا، النفط لأمريكا وثقل مصر وحجمها في العالم العربي، فأمريكا لها مصالح في المنطقة. يصلوا مرحلة أحيانا الأمريكيين يحتاجوا إلى مواجهة، يعني تواجه معهم جورج بوش الأب، تواجه مع إسرائيل، ريغان ضغط على بيغن في حرب 82 في الاجتياح، ضغط، يعني تصل لمراحل يضغط، يجد الأمريكا أن عليه أن يضغط، ولكن هذا يتطلب شجاعة، يتطلب أن يكون هناك رجل في البيت الأبيض يأخذ موقف، يتحدى اللوبي الإسرائيلي، يقول أنا هذا الذي أريده، ويتواجه معه، تواجه معه ريغان تواجه معهم في بيع السلاح للسعودية وانتصر على اللوبي الإسرائيلي. ولكن يعني تريد أنت قائد، تريد أنت رجل، يعني هل عندك رجل عنده ضعف ذهني، ضعف جسدي، يتلعثم، يعني يتعثر هو ويصعد، ويتعثر هو ينزل ويتعامل مع إسرائيل بشكل عاطفي، يقول شاهدت أطفال مقطع رؤوسهم، يعني هذا رجل يعني ليس قيادي للأسف، يعني ليس هناك قيادة في هذا البلد. لكن الملاحظة الأخيرة التي تفضلت بها دكتور إحسان تشير إلى أنه شخص الرئيس يلعب دورا في هذه العلاقة بين واشنطن وتل أبيب. الكثيرون يشيرون إلى أنها علاقة تتجاوز ساكن البيت الأبيض، أنها علاقة مؤسسية ربما أكثر من رأس الهرم في الولايات المتحدة. في نهاية المطاف شوف الخبرة عبر الأيزنهاور لما تدخل بالعدوان الثلاثي على مصر وهددهم وخرجوا من مصر. يعني هناك أدلة كثيرة في التاريخ الأمريكي، العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، أن أمريكا عندما تكون هي عندها مصلحة تقول لإسرائيل لا، يعني بس، ولكن رأس الهرم هو الموضوع كله في يد هذا الرجل الذي يأمر بإرسال السلاح حتى يتخطى القانون الأمريكي. القانون الأمريكي يقول لا 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 يتم إرسال السلاح لدولة تخالف القانون الدولي، تخالف حقوق الإنسان. يعني القانون الدولي يمنع إرسال السلاح اليوم لإسرائيل. تخطى بايدن القانون الأمريكي ذاته، تخطى، يخالف القانون الأمريكي، ويخالف حتى شروط أنه إخبار الكونغرس بهذا الشيء، تخطى ذلك على أساس أن هناك ظروف استثنائية. الموضوع شوف الغضب العربي والإسلامي الأمريكي من هذا الرجل محق تماما. هذا الرجل خدعهم، هذا الرجل كذب عليهم، قال لهم عندي سياسة تقوم على حقوق الإنسان وعلى القانون الدولي عندما كان مرشحا، واستجداهم يريد صوتهم
صوتهم واخذ صوتهم بشكل استثنائي كديمقراطي وخدعهم، واليوم يدعم اسرائيل بشكل مطلق. يعني هذا الدعم ياتي من بايدن، هذا بايدن هو المشكله، بايدن هو الذي اندفع عاطفيا. يعني احد كبار المسؤولين السابقين في الحكومه الامريكيه في الادارات قال هذا الرجل اندفع عاطفيا، يعني هو يعني يعتبر اسرائيل عائلته الكبيره، وتفاعل مع الموضوع بشكل عاطفي غير عقلاني، وقال لهم لا حدود، انا لا ارسم لكم خطوط حمر، افعلوا ما تريدون، واعطاهم السلاح بغير حدود، دعم بلا حدود. ماذا تنتظر عندما يكون عندك حكومه فيها سموتريتش وبن غفير وتقول لهم دعم غير محدود؟ كيف يعني كان حكومه فيها ابو بكر البغدادي مثلا، صحيح، وتقول لهم دعم غير محدود؟